نود أن نعرف من فضيلتكم معنى الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة. روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وجاء بألفاظ أخرى متقاربة، والمراد بذلك الترغيب في صلاة الضحى، وجاء مثل ذلك في حديث رواه مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعتان، ويمكن أن يصلي 4 ركعات و6 ركعات و8 ركعات على بعض المذاهب. وقد يوضح هذا الحديث الأول، بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة وابن حبان: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفن، ولعدم جرح شعور الآخذين، ولا بأس بإعطائها علنا وجهرا إذا كان الموقف يستدعي ذلك كالدعوة.